في الخارج اليوم حتكون إن شاء الله حلقة منوعة، حنتراول فيها كم موضوع من الحياة الليبيين بصفة عامة في الخارج، وفي مواضيع ناقشناها في الحلقات السابقة حنعاودوا نتعمقوا فيهن شوية، نعاودوا نتعمقوا شوية في البعد الإنساني وحتى النفسي. خليكم معنا. مساكم سعيد. الحلقة اللي فاتت ناقشنا موضوع المفادين خارج ليبيا والمشاكل اللي واجهوا فيهن وعلاقة مصرف ليبيا المركزي بهذه المشاكل، وتوا للخريطة. إلى ليبيا ومعنا عبر الأقمار الصناعية في استديوهاتنا في طرابلس السيد عبد الحفيظ. طبعاً في اعتصام مديريننا وفي أكيد عدة أسباب لهذا الاعتصام. مساء الخير أستاذ عبد الحفيظ، كيف الأخبار؟ أستاذ عبد الحفيظ تسمع فيا؟ هذه لسه ضوء لسه سامع الصوت. أهلين، كيف الأخبار أستاذ عبد الحفيظ؟ نعم أستاذ عبد الحفيظ، خليك معنا، نطلعوا للتقرير ونرجعوا إن شاء الله. أنا مشيت دراسة في مالطا، من أول ما طلع قراري في وزارة المواصلات وكلت في نهاية 2014، بعدين روحت مشيت على السبيل الخاص، روحت في شهر 2 قدمت على التفويض المالي، التفويض رقم 2 كان، درست وكملت دراسة الإنجليزي لحسابي وخذيت الآيلتس وروحت. روحت طبعا ما فيش هذا كله، ما فيش تقدم في موضوع الإجراء التفويض بكل، تو حاليا تميت دراسة على حسابي وتاني مرة نجدد في الإقامة، كلفتني قصدي فوق 10,000 جنيه اللي تو مرتين نجدد فيها الإقامة وقريب حتى تطيح الثانية. نظرا لعدم تجاوب المسؤولين في الدولة الليبية في عملية تحويل الموالم تاعهم الخاصة بالدراسة والمنح، وطبعا أنا حسب الإجراءات القانونية والمستندات رئيس وزراء خليفة الغويل أفرج على التفويضات وتمت المتابعة من قبل وزارة التعليم العالي وإدارة البعثات والمالية والخزانة. يعني المفروض نكون توا في بلد دراسة حسب الإجراءات المعمول بها في الدولة الليبية، باهي والمستحقات متاعنا قاعدين لتوا ما تحولوش، رغم أن إجراءاتنا الإدارية والمالية كلها ما فيهاش مشكلة. يعني ديوان المحاسب أعطي الموافقة وقال إن أنا ما عنديش أي إشكالية والميزانية متاعكم مرصودة من سنة 2014، يعني ما لهاش علاقة باللازمات اللي صايرة توا، ما لهاش علاقة بالغلاء متاع الدولار، إلا أن الطلبة عانوا، قاعد يعانوا توا فترة السنة، ومعها في طلبة قدم على التأشيرة مرتين بالنسبة لي أنا في الساحة الكندية، يعني التأشيرة هنايا كانت السفارة مفتوحة، بعد ما صارت أحداث فجر ليبيا في طرابلس تسكرت أغلب السفارات، طلب اضطروا لأنه هم يسافروا للأردن وفي طلب مشوا للمغرب ومشوا لتونس باش يقدموا عليه التأشيرات وتركيا. موضوع أنا واقف عند إدارة العمليات في مصرف ليبيا المركزي، أخذ الدورة المستندية كاملة وفق اللوائح
والتشريعات المالية النافدة. طبعا المادة 151 من لائحة الحسابات والميزانية والمخازن لا يجوز لأي وحدة إدارية مدفوعات بالخارج عن طريق إدارة الخزانة. المادة 152 من هذه اللائحة على وزارة المالية بإدارة الخزانة. أهلا بكم من جديد أستاذ عبد الحفيظ. شفنا الاعتصام مع بعضنا، أول شيء نبيك تقول لي من أمتى بدأ الاعتصام عند مصرف ليبيا المركزي في طرابلس؟ سبب الاعتصام أمام مصرف ليبيا المركزي لأنه رفض يقبل التفويضات المالية وفق المادة 153 من لائحة الحسابات والميزانية والمخازن. طبعا طلبنا مقابلة مدير إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي ومناقشة عدم أسباب صرف هذه التفويضات، إلا أن تفاجأنا من قبل السيد مدير إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي. كويس. كانت إجابته غير مقنعة بأن عنده تعليمات من سيد محافظ ليبيا المركزي بعدم استلام هذه التفويضات. يعني وطبعا دور مصرف ليبيا المركزي مهوش أنها عدم توفر سيولة أو من عدمها، لأن أنت عندك المادة هذه بتحول لطلبة دارسين بالخارج وفق أدونات الصرف المحالة إليهم من قبل إدارة الخزانة بوزارة المالية وفق المادة 152. ممتاز. وهل يعني طبعا احنا بادين في إجراء وكيد التقرير. يعني اللي فهمته من كلامك ان العرقله اللي تو سايره هي من مصرف ليبيا المركزي، هم اللي ما يبوش يصرفوا مبدئيا يعني. نعم كويس، تفضل. نعم ممتاز. هذه سببت الكثير من المشاكل. طبعا احنا للدوره المستنديه اللي موجوده في افاده الطالب بالخارج تتبع وفق اللوائح والقوانين المالية اللي موجودة في القانون المالي الدولي الليبي. كويس. ولائحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نسرد لكم بعجالة الدورة المستندية للطالب كيف يكون يلتحق ببلد الدراسة. أولا يصدر قرار بإفادة طلبة للدراسة بالخارج، وعلى ضوء هذا القرار يتقدم الطالب بتعبئة النموذج معد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقدم فيه رغبته في البلد الدراسة اللي بيلتحق بالدراسة بها. طبعا على ضوء النموذج هذا تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعم رسالة بدعم القبول. تمام استاذ عبد الحفيظ. طبعا يتقدم به الطالب. استاذ عبد الحفيظ نحن حنمشوا الكيفيه بالضبط كيف يتم، عشان بس عشان الوقت يكون يسمح لنا ان نجيبوا اكثر المعلومات من حضرتك. اول شيء نبي نبدا معاك بس. نعم. شنو الفرق عشان يفهم المشاهد، شنو الفرق بين الإيفاد او قرارات اللي هن القرار من 1 الى 27 اللي هن قرارات الضم؟ لا معلش انت عندك لبس. هذه قرار من 1 من 25 ل 3. طبعا 25 و26 و27 لسنة 2014 والتفويض 1 و2 و3 لسنة 2015. هذه تفويضات وليس قرارات. التفويضات هذه لمجموعة قرارات ما هيش لقرار واحد. طبعا خليني تملك السيركل الدورة المستندية باش يكون الامر واضح. تفضل تفضل تفضل. بعد لما يستلم الطالب رسالة دعم القبول يتقدم بها للساحة الدراسية لأحد المدارس او الجامعات
للالتحاق بها وحصول على كرسي دراسة في هذه الجامعات أو المدارس. طبعا يجيب الطالب القبول من الجامعة أو المدرسة، يقدمهم لوزارة التعليم والبحث العلمي وفق نموذج يعبى ومعد لذلك، ومن ثم يصدر له رسالة اسمها دعم التأشيرة. تمام. دعم التأشيرة هذه تقدم بها لسفارة الدولة اللي بيلتحق بالدراسة بها، ويقدم على التأشيرة ويستلم تأشيرته. وطبعا التأشيرة ما هيش موجودة سفارات عندنا في ليبيا الوقت الحالي. أستاذ عبد الحفيظ، عن طريق نعم، نحن طبعا حنديروا في عندنا شيء اسمه كل مرة معلومة، يعني نديروا في معلومة جديدة، حنجيبوا الطريقة كيف يتم فيها الإفاد، بس نبوا نعرفوا شنو المشكلة توا، المشكلة اللي سايرة عندنا توا، وشن يعني الحل اللي يكون في يد من، وشنو المشكلة الأساسية اللي منهن ساير عليها الاعتصام، واللي هن طبعا مشكلة الطلبة اللي قاعدين برا في الوقت الحالي، وليش ما يوصلهمش المنح بتاعتهم، عشان نعرفوا بالضبط، يعني نخشوا في الموضوع أساس المشكلة. المشكلة الحالية نلخصها لك على طول، بعد صدرة برقيات صرف لسيد المراقب المالي بكل ساحة دراسية، واستلام الطالب رسائل ربع المرتب لجهة عمله، واستلامه برقية بداية الصرف حسب التفويض من ضمن، ورسالة موجهة للملحقية بصرف للطالب هذا، وإن إجراءاته الإدارية سليمة 100. وهذا الإجراء التفويض تقوم به إدارة الخزانة وفق المادة 152 محالة إليه من وزارة التعليم العالي. كويس. وزارة التعليم العالي بدورها بتاخذ الرسائل هذه وبتسلمها للطالب الالتحاق ببلد الدراسة. ووزارة الخزانة تحال هذه التفويضات وفق دونات الصرف وفق الصكوك المعدة لذلك، وحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي وفق المادة 153 لمطابقتها، وتأكد منها أنها موجودة في سجل الاعتماد، والسجل الاعتماد هذا طبعا لا يجوز للمراقب المالي، لا يجوز التعاقد أو التكليف المباشر أو المغير مباشر يترتب عليه التزام مالي إلا بعد الرجوع للمراقب المالي وأخذ منه الإذن كتابيا. ممتاز جدا. المراقب العرقلة المالي العرقلة في سجل الاعتماد ودائر لها إذن صرف. ممتاز. العرقلة. نعم؟ العرقلة اللي توه، العرقلة اللي عند وين واصلات، اللي هن مفروض خلينا نقوله الفلوس عند وين واصلات وموقفات، يعني ليش ما يوصلنش للملحقيات، أو فرضنا أن نوصلن للملحقيات ليش ما يوصلنش للطلب؟ لا الملحقيات مشكورين بارك الله فيهم، وانا احد الطلبة كنت ملتحق ببلد الدراسة، وانهيت الفترة الدراسة اللغة، والان بنصبح الدراسة الاكاديمية، لكن الملحقيات اجراءاتهم قانونية 100%. السيولة المحالة من قبل المصرف ليبيا المركزي احالة النقد الليبي للنقد الاجنبي لكل ساحة دراسية على حدة، هذه الواقفة في دارة العمليات، وتعذر مدير إدارة العمليات استلام هذه التفويضات وهذه دونات الصرف بأي مخالفين للقانون واللائحة. ممتاز. الموضوع كله تفضل. نعم. موضوع الموضوع واقف طبعا عند إدارة العمليات، عدم استقباله. أنت إذا كان في مصرف ليبيا المركزي من اكبر السلطات الماليه في الدوله الليبيه، ما تتبعش اللائحه والقانون، ما لا اي جهه تتبع القانون، انت استلم التفويضات بدونات صرف يا اخي، ووقع اعرض على المحافظ وقول له شنو الاسباب اللي انا ما حولش الطلبه من تحكيم مساحاتهم الدراسيه. احنا ما بوش نتكلموا من شق ان الطالب كيف يعاني في الخارج، لكن انت معرقل الطالب، ما حولت لا شيء. النقد الأجنبي اللي خاص به كل ساحة دراسية وكل طالب باسمه. صحيح. وهذا أكيد من حق هذا أكيد من حق الطلبة. بس أستاذ عبد الحفيظ، نحن إن شاء الله بعد في الفقرة الجاية حيكون معنا الأستاذ عصام العول اللي هو المتحدث الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي، فلو عندك سؤال بتوجه الأستاذ عصام يا ريت تقوله، تفضل. يعني
يا مرحبتين به ان شاء الله. لو في سؤال استاذ عبد الحفيظ حاب توجهه، قلت لك الاستاذ عصام تفضل باختصار لو سمحت. استاذ عصام بنقول له شنو هي، اعطينا الاسباب القانونيه اللي في ممانعتكم لاستلام هذه التفويضات. طبعا حجتهم كانت لجنة أزمة والمؤتمر لكل عند منهم رسائل موجودة معي بصرف الطلبة وتمام دورتهم المستندية كاملة وحالة التفويضات بالساحات الدراسية بالخارج. أعطينا الأسباب المقنعة نبوها بالضبط، وإذا كان عندك أنت أسباب تقبل في البريد اللي عندك وتعطيها رقم إشاري وترد على وزارة إدارة الخزانة بوزارة المالية شن هي الأسباب اللي ما رجعتوا اللي ما صرفتوش بها ما حولتوش السيولة اللازمة للطلبة. ممتاز ممتاز أستاذ عبد الحفيظ. طبعا نحن شاكرين جدا لمداخلتك، وأكيد في الحلقات الجاية حتكون لنا حتكون لحضرتك مداخلة واحدة أخرى نشوفوا لعند وين وصل الموضوع. شكرا أستاذ عبد الحفيظ. نحب نذكر مشاهدينا بصفحتنا على الفيسبوك اللي هي في الخارج بالعربي، تقدروا تواصلوا معنا من خلالها، وإيميل البرنامج اللي هو في الخارج. خلونا نطلع فاصل ونرجع. أهلا بكم من جديد. حاولنا طبعا الفترة اللي فاتت نتواصلوا مع مصرف ليبيا المركزي، وشكرا له الأستاذ عصام العول لبى الدعوة. أول شيء نحب نرحب بك أستاذ عصام، مساك سعيد إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك أخي العزيز. أهلا وسهلا، كيف الأخبار؟ تمام الحمد لله، بارك الله فيك. أول شيء لو سمحت علي لي صوتك شوية بس باش نقدر نسمعك كويس. أيوه أنت تسمعني جيد؟ تمام كويس. أستاذ عصام نبي نبدأ معك. أول شيء أكيد أنت عارف أن في اعتصام في الوقت الحالي قدام مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. لم أستمع السؤال. نعم هناك صدى صوت ما نشعر. قلت لك أكيد حضرتك عارف أن فيه اعتصام قدام مصرف ليبيا المركزي في الأيام هذين، صح ولا لا؟ نعم. باهي، شنو الأسباب أستاذ عصام يعني اللي وصلنكم أنتم أسباب الاعتصام هذا؟ أنا لست مولد الموضوع كثيرا، لكن ما فهمته أن الطلبة معتصمين لتأخر في حالة الضغط المالية الخاصة بهم. أستاذي لو سمحت ممكن تعلي لي صوتك شوية بس عشان نقدر نسمعك كويس. أنا قلت لك غير ملم بالاعتصام، يعني ما فهمت من بعض الطلبة الذين يتواصلون معي أن اعتصامهم من أجل إيضاح لماذا تتأخر في حالة التفويضات المالية الخاصة بهم. كويس ممتاز جدا. باهي، طبعا أنا مش عارف أنت حضرت معنا الحلقة توا قبل الفاصل، كان الأستاذ عبد الحفيظ معنا، يعني توا أغلب الناس حتى المرة اللي فاتت قالوا أن المشكلة الأساسية في ان مصرف ليبيا المركزي ما يبيش خلينا نقوله يفرج على الفلوس او يعطيهن، لان كل الاجراءات اللي قبل مشيت مزبوط، يعني اداره العمليات بمصرف ليبيا المركزي مش راضيه تفرج على الفلوس. الو استاذ عصام، تسمع فيا كويس؟ نسمع فيك جيدا. قلت لك نعود لك السؤال، قلت لك خليني اوضح لك. لا لا لا، السؤال واضح. تفضل خليني اجاوبك. يعني تفضل. بالنسبه لتفويضات الطلبه ليس طبقين، المركز يشتغل وفق لوائح ومنشورات ولا يستطيع ان يتجاوزها. القيت باللائمه في اكثر من مره لمصرف ليبيا المركزي انه يعرقل في حاله منح الطلبه، وهذا خطا فادح جدا واثبتنا لهم في اكثر من مره، ويمكن تتبع عند الصفحه الرسميه لمصرف ليبيا المركزي على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وتويتر او الموقع الرسمي. بدانا ننشر
مع أنه يعني لا يجوز ذلك، بدأنا ننشر متى يستلم مصرف ليبيا المركز التطبيقات التي ترد إليه من وزارة المالية بالدقيقة وبالساعة. مظبوط. التفويضات التي المفرج عنها وفقا للتشريعات والتي أتت فيها رسائل من الحقوق من جهات ذات الاختصاص معنية في حد ذاته، وزارة المالية وديوان المحاسبة ورئاسة الوزراء، هي التفويضات عند ال 24. عند التفويض 24 هي المسموح بإحالة التفويضات المالية الخاصة بها. التفويضات المالية للربع الرابع وصلت، ووضحنا في مصر في برمركزي منتصف الأسبوع الماضي، لكن نظرا إلى أنها نهاية سنة مالية يعني تم يعني التأخير في شروع في تنفيذها يومين أو ثلاثة، وسيسرع المصرف خلال اليومين إن شاء الله في إحالتها إلى كل الدول التي دارس فيها الطلبة الليبيين في الخارج. باهي كويس، معلش انا استاذ عصام لو سمحت نبي نسالك سؤال. تو بالنسبه للربع الرابع انا شفت طبعا الاعلان على الصفحه الرسميه على الفيسبوك ان الفلوس حيوصلن امتى الوقت، قلت لي ممكن الايام الجايه يوصل الربع الرابع. باهي في ناس مش واخذين الربع الثالث، وفي ناس اللي لهم 11 شهر كيف ما فهمنا طبعا الفتره اللي فاتت الاسبوعين اللي فاتن اغلبهم تواصلوا مع الطلبه، وفي وحدين لهم فترة طويلة جدا، حتى في وحدين ربع الثالث مش واخديننا، وفي وحدين سقط سهوا كيف ما تسمى. الإجراءات التي ترد للمصرف المركزي يتم تنفيذها. شوف الذي لم ينفذ لم يرد. نعطيك مثال بسيط، في طلبة الطيران، تفويضات طلبة الطيران تأخرت كثيرا ووقعت اللائمة على مصرف المركزي في الوقت اللي وردت فيه للمصرف المركزي، تنفذ الثاني يوم. تاني يوم وصلت نهاية دوام تقريبا يوم الأربعاء، نفذت يوم الخميس. كويس. عفوا، باين نقولوا يعني توا استاذ عصام على الاقل حتى باش نطمنوا الناس اللي قاعدين، يعني نقولوا الفتره الجايه هذينا كل تو اغلب حتى المداخله اللي فاتت الاستاذ قال يعني كل الاوراق كل الاوراق تمام ومستوفى، يعني كيف ما يقولوا، وان بس المشكله في مصرف ليبيا المركزي، هذه المشكله الوحيده. حضرتك نقولوا ان الاوراق اللي يكملن او خلاص يقدر جهزات يصرف لهن دغري المنح بتاعتهم. نعم، اللي تستوفى التشريعات النافذة واللي ترد من وزارة المالية وفق ما يرد من رسائل إفراج المصرف المركزي. أنا قاعد أكد لك المركزي يشتغل وفق لوائح وتشريعات، يقولوا له أصرف التفويض رقم 24 يصرف، يقولوا له وقف اللي عند التفويض رقم 24 يوقف، راهو جهاز تنفيذي. المصرف المركزي لا يستطيع أن يوقف قرار أو أن يصدر قرار أو كذا، يستغل وفق لوائح وتشريعات ترد إليه من جهات ذات الاختصاص. كويس. باي أستاذ عصام، يعني أكيد في حد تو مثلا بالنسبة للناس المعتصمين، يعني في حد يطلع ويفهم فيهم شو اللي ساير؟ نعم، هم يعتصمون أمام إدارة العمليات في مطار ليبيا المركز، وأنا على حسب اتصالي بمدير إدارة العمليات أخبرني بأنهم تواصلوا معهم أكثر من مرة وأوضحوا لهم الأسباب والمسببات. ممتاز ممتاز. بس أستاذ عصام آخر سؤال معلش لو سمحت، يعني تو قبل مثلا خلينا نقوله في كندا وأمريكا، لما كان المكتب الكندي موجود كان غالبا تصرف للمنح زي ما نقوله أول بأول، لكن بعد تم التغيير إلى الملحقية كان في لبس أو في مشكلة من المصرف المركزي أو من الملحقية، معاش قاعدة يوصلن الفلوس. هل في حاجة سبب معين غير أن التغيير من المكتب الكندي إلى الملحقية؟ بالنسبة لطلبة أمريكا وكندا بما فيهم الربع والرابع، المنح المخصصة لهم مرصودة وجاهزة، لكن مثلا التحديد أين سيتم إحالة هذه المنح ليس عمل مصرف ليبيا المركزي، بل هو عمل وزارة التعليم العالي. ممتاز ممتاز. أستاذ عصام، قبل ما نختم المداخلة حاب تضيف حاجة؟
والله يعني بنأكد على شيء معين. أنا يعني تابعت من خلال متابعتي لصفحات الطلبة المبتدئين وفي في الدول المختلفة إن في لبس في فهم كيفية تنفيذ التصويتات وغيرها، وإنهم يثقوا في الأخبار من عدة مصادر غير موثوقة. أنا نأكد لهم بشيء واحد مهم، وهو أن مصدر الخبر الصادر عن مصر الليبي المركزي والأخبار الموثوقة هي التي تصدر عن الموقع الرسمي وصفحات الرسمية التابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن راه كثرة الأخبار هي تكثر الأقاويل والأخبار المفبركة التي تجعل الطالب وأنه يعني يعيش في حالة أعصاب ويفقد المعلومة الصحيحة وتركة في الوقت. إحنا ننشر كل ما هو مطلوب منه كمصر في بالمركز أو ما يرد إلينا بكل وضوح وبكل شفافية. ممتاز. وأنا بنفسي حتى في حسابي الشخصي على الفيسبوك نتواصل مع الطلبة ونوضح لهم. ممتاز، طبعا شكرا أستاذ عصام على تلبية الدعوة، وإن شاء الله يعني تكون حضرتك معنا في المرات القادمة عشان نوضح للناس أو للطلبة شنو المشاكل اللي قاعدة تصير وشن حلهن. يعني أكيد طبعا كل الحل في كل المشاكل هو بالتواصل وإيضاح الأفكار، بس هو قبل خلونا نعدل الخريطة. إلى ألمانيا على طول مع السيد صلاح نقاب. مساك سعيد سيد صلاح. مساك أسعد. كيف الأخبار؟ تمام الحمد لله. أول شيء سيد صلاح، نبدو بالجالية الليبية في ألمانيا، هل هي جالية كبيرة ولا صغيرة؟ يعني جالية لا يمكن أن نقول أنها كبيرة، لكن في البداية خلينا نشكركم على استضافتكم ونحب نحيي طاقم عمل قناة 2018 مجموعة الشباب الذين قدموا صورة جديدة، صورة مشرقة صراحة صراحة في الإعلام الليبي حد. عندما نتحدث عن الجالية الليبية في ألمانيا هي جالية صغيرة بالحجم المقارنة بجاليات أخرى العربية أو الأفريقية أو حتى جاليات الجنسيات الأخرى، كون الليبي في الأساس شعب، فنحن شعب كبير حجم. ممكن أستاذ صلاح ممكن بس ترد نفس الوضعية اللي كنت فيها، يعني تقرب شوي المايك منك عشان الصوت بداية يريح شوي شوي. كما قلت لك نحن جالية الألمانية في ليبيا جالية صغيرة الحجم، ليس بالحجم جالية كبيرة. كويس. هل هناك سؤال آخر يعني؟ طبعا أنا بنسألك عليه، يعني هل طبعا ديما نعرفوا نحن العرب أو الليبيين كل ما يعدوا المكان ديما يجمعوا في مكان واحد، في مكان معين في ألمانيا أو مدينة معينة متجمعين فيها أكثر عدد للجالية الليبية أو عادي يعني قاعدين في كل مكان؟ أنا حاليا موجود في دوسلدورف في يعني المنطقة الغربية من ألمانيا، يعني هنالك عدد كبير من الليبيين متجمعين في المنطقة الشرقية، يعني معظمهم يعني طالبين لجوء أو يتم ترحيلهم دائما إلى المنطقة الشرقية، يعني لايبزيغ ودريسدن وكيرمنشاو المنطقة الشرقية، لكن هنالك جالية ممتازة في دوسلدورف، عدد ممتاز. هنالك يعني متوزعين، يعني ليس لديهم تمركز في منطقة محددة، لكن النسبة الأكبر في المنطقة الشرقية. نعم. كويس. باهي شن هن الأسباب مثلا اللي تخلي الليبيين أو خلينا نقولوا العرب يمشوا لألمانيا مش غيرها من المكانات في الاتحاد الأوروبي؟ يعني ليش ألمانيا بالذات؟ ألمانيا توفر المناخ الملائم للحياة الكريمة، يعني توفر لديها قبول كبير للأجانب، يعني باعتبارها مجتمع مدني ومجتمع متقدم. الأجنبي هنا لديه حقوق تكاد تكون مساوية لحقوق المواطن، وهذا معيار قياس تقدم الشعوب. أيضا على سبيل المثال الأطباء الليبيين في ألمانيا يعني يمثلون في سنة 2013 حسب إحصائية هم رقم 18 من عدد بالنسبة لعدد الأطباء، بالنسبة للأطباء الأجانب في ألمانيا يعني الدولة رقم 18، يعني أكثر من 600 طبيب ليبي يشتغل في المستشفيات الألمانية، هذا رقم كبير في واقع الأمر. جدا صحيح. ذات إذا علمنا أن رقم واحد تقريبا رومانيا فيها 2000 طبيب، منها 2000 طبيب، يعني ف 500 طبيب يعني هذا رقم كبير جدا.
بالإضافة إلى هنالك عدد كبير من الليبيين ممن لديهم طلب اللجوء في ألمانيا، وهم في واقع الأمر وضعهم ليس يعني هم جيد لكن ليس بالمطلوب، ليس مثل المطلوب يعني. بهي خلينا نعدو من ناحية هيك يعني من ناحية زي ما تقول مش نفسية هيك، رأيك أنت أو فكرك أنت يعني بالنسبة لتعامل الألمان أو الحكومة الألمانية، تو نحن قلنا أن هي دولة مدنية من ناحية الحكومة الألمانية، الألمان نفسهم أو الشعب الألماني كيف تقبل للناس الآخرين أو خلينا نقوله للعرب أو للليبيين؟ المجتمع الألماني مجتمع متسامح لأقصى درجة، يعني هنالك قبول للاختلاف، هنالك جاليات كبيرة أجنبية في ألمانيا من أيام الحرب العالمية الثانية، هنالك جالية تركية، هنالك جالية الإيطالية أيضا، هنالك مجموعات من الأجانب اللي استقروا في ألمانيا منذ 50 سنة. المشكلة التي حصلت مؤخرا في كولون، حدث التحرش الجنسي النساء في كولون في احتفالات رأس السنة كونت نوع من الحساسية، هنالك رأي عام نوعا ما لديه توجس من الأجانب، لكن لم يكون ظاهرة يكاد رفض الأجانب، هنالك حالة فقط من القلق من نسبة معينة، باعتبار أن هنا في ألمانيا هناك رأي عام يقول أن كل شخص يمثل نفسه، كل إنسان هو حالة مستقلة وكل إنسان يمثل نفسه، ولا وجود لفكرة العقاب الجماعي هنا، بمعنى أن لو ليبي ارتكب جريمة يعاقب كل الليبيين أو مغربي يعاقب المغاربة أو سوري، يعني كل سوري، هذا غير موجود هنا. ممتاز. بالنسبة لوضع الليبيين كلاجئين، أنا أحب أتكلم هذه النقطة، عندي أصدقاء أنا أعرفهم شخصيا، الليبيين لا يقبلون كنازحين، هنالك خلط صائر من مسألة النزوح واللجوء، بمعنى أن دول مثل سوريا والعراق وأفغانستان وأريتريا يعامل سكانها كنازحين، يعني مجرد إثبات الجنسية يتم قبولك كمقيم إقامة مؤقتة في ألمانيا. ليبيا ليست دولة منكوبة حسب الدولة الألمانية، لم تصنف ليبيا كدولة منكوبة، وهذا هناك خبر انتشر قبل مدة يقول أن ألمانيا تقبل الليبيين كلاجئين، هذا غير صحيح. فلذلك يجب أن يمروا بالنظام بمنظومة قبول اللجوء، هي منظومة صعبة جدا جدا ومعقدة، تحتاج إلى هنالك من ينطر إلى 3 إلى 4 سنوات يبقى في إقامة مؤقتة في مدينة محددة، ومعظمهم هنالك من يتم تحديد إقامته في قرية من قرى الضواحي المدن، ويظل هنالك مقيم لمدة من سنة إلى 3 أو 4 سنوات ينتظر في عرض قضيته التي يثبت أنه طارد أو ملاحق أو لديه أسباب مقنعة لطلب اللجوء. فهذا الخلط الحاصل بين مسألة اللجوء في ألمانيا بين النزوح واللجوء، هناك فرق كبير بينهما. صحيح. طبعا أستاذ صلاح، أنا شخصيا ما زال عندي كلام واجد بنقوله لك، بس للأسف شديد الوقت دهمنا، يعني بنشكرك واجد، وإن شاء الله أكيد يعني أكيد في الحلقات الجاية حيكون لنا نقاش واحد تاني. شكرا. إن شاء الله. شكرا. طبعا نحب نذكركم بصفحة البرنامج على الفيسبوك في الخارج بالعربي، وإيميل البرنامج اللي هو في الخارج. خلوكم معنا، نطلع فاصل ونرد. مرحبا بكم مرة ثانية، والمرة هذه من الأردن. معايا في الاستوديو عبد الباري النعاس، شاب ليبي أكمل دراسته خارج ربوع الوطن على حسابه الخاص. أهلين سيد عبد الباري. مرحبا بك. كيف الأخبار؟ الحمد لله، بارك الله. قبل ما نبدأ خلينا بس نطلع ونشوف التقرير هذا ونرجع. تختلف متطلبات الحصول على تأشيرة زيارة تبعا للجنسية. يمكن لمواطني 33 دولة الحصول على تأشيرة فور وصولهم لمطار دبي، أما الجنسيات الغير واردة في هذه القائمة ومنهم ليبيا يمكن يتحصلوا على التأشيرة السياحية اللي مدتها 30 أو 40 أو 60 يوم على كفالة هيئة محلية زي فندق أو شركة سياحية، ولازم الحصول على التأشيرة قبل دخول دبي، وفي زوز خيارات وهم
تأشيرة سياحية سارية المفعول لمدة 14 يوم أو تأشيرة زيارة. وتأشيرة الزيارة تنقسم لقسمين، 30 يوم اللي هي تأشيرة زيارة قصيرة أو 90 يوم تأشيرة زيارة طويلة، والنوعين غير قابلين للتمديد. وتبلغ رسوم تأشيرة الزيارة القصيرة 620 درهم بالإضافة لرسوم الطباعة، بينما تبلغ رسوم تأشيرة الزيارة الطويلة 1120 درهم بالإضافة لرسوم الطباعة. ولازم ما يكفلك الشخص اللي أنت ماشي لك زيارة ويحط وديعة بمقدار 1000 درهم تنرد له يرجعوها له بعد ما تغادر البلاد. وفي أيضا تأشيرة متعددة الدخول للزوار اللي ليهم علاقات بأعمال محلية تتطلب منهم زيارات متكررة، وتكون صالحة ل 14 يوم كحد أقصى في خلال 6 شهور. تقدر تمشي وتجي أكثر من مرة، لكن المهم ما تفوتش ال 14 يوم في المشية الواحدة. وتبلغ رسوم التأشيرة هذه 2100 درهم، ولازم تقدم طلب الحصول عليها بعد ما تخش لدولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة. بالنسبة للزوار اللي مروا بمطار دبي الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة ترانزيت، وتتقدم التأشيرة هذه خاصة من خلال بعض شركات الطيران، وتكون صالحة مدتها لمدة 96 ساعة بس، وتكلف 100 درهم. تأشيرات الدخول الأخرى، إذن دخول للدراسة أو التدريب 550 درهم للإصدار و600 درهم للتجديد. إذن دخول للعلاج 550 درهم للإصدار و500 درهم للتجديد. تأشيرة الدخول لعدة سفرات للعلاج تبلغ قيمتها 1400 درهم. من المهم تتذكر أن قوانين التأشيرة تتغير باستمرار، بالتالي ننصحكم بمراجعة سفارة الإمارات العربية المتحدة في بلدك ديما قبل ما تسافر. شكرا للاستماع، وهذه كانت معلومة اليوم. وهذه كانت معلومة اليوم. أول شيء عبد الباري برحب بك. مرحبا بك. مساك طيب. مساء النور. خلينا نبدأ أول حاجة، من أمتى بدأت رحلتك في القراية برا ليبيا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة 218 على استضافتي، وأشكر الكوادر العاملين بها، وأشكرك أخي علي على استضافتي الرائعة. أول حاجة في بدايتي في الدراسة كانت في نهاية سنة 2011. كويس، ممتاز. تخرجت من الثانوية، يعني الأحداث في ليبيا، ما البيئة في ليبيا كانت مش مسموحة بال، كان حتى ملخبط شوية الجو. الجو صحيح. ملخبط شوية في ليبيا يعني، ففكرت أني نطلع الخارج. خارج ليبيا. جميل. أنا وأصدقائي، هي كانت فكرة صديقي لي. كويس، ممتاز. وين بديته، وين عديته، شو كان الهدف يعني من الطلعة برا؟ أول حاجة الهدف أنه كان الدراسة. كويس. يعني أن نجيبوا شهادة. ممتاز. أول حاجة اللي نحن شهادة، ولي يعني لصالح بلادنا. ممتاز جدا، ممتاز. والثاني حاجة بدينا فكرنا في أوكرانيا من الأول. وبعدها قال لي صديقي عز الدين الجاير ربي يحفظه، قال لي نمشوا لي ماليزيا. كويس، تمام. وعديتوا الماليزيا. مشينا الماليزيا. ممتاز. مع ستة من أصدقائي. مشينا الماليزيا من الأول، مشينا لي درسنا لغة إنجليزية. ممتاز. وبعدها قعدت ممكن 8 شهور هيك في اللغة ندرسوا فيها. وبعدها مشينا للجامعة، أصحابي أنا كملوا الجامعة وأنا رجعت لليبيا. كويس، تمام. وبعدين هنا شنو، كيف جت النقلة للأردن هنا وكيف كانت يعني؟ لما رجعت لليبيا كنت بأمل أني نحصل إفادة على الدولة. ممتاز. من البعثات. كويس. يوم يومين ثلاثة أيام فات شهر، يعني ما فقدت الأمل يعني من الدولة. ما صارش منها. ما صارش. شنو الخطوة اللي درتها بعد؟ كانت الفترة هذيك فترة السيد عبد الرحيم الكيب تقريبا. في 2012، نهاية 2012. وبعدها قال لي الوالد، قال لي خلاص ما تستناش الدولة، عدي يعني بروحك، عبر بروحك. يعني لم تستنوها الدولة. صحيح. يعني مش قائم الدولة. صحيح، مظبوط. جيت هون جيت الأردن. كويس، تمام. من الأول درست طيران. قعدت مدة في الطيران ممكن 4 شهور هيك. تمام، ممتاز. 4 شهور. بعد جت الأحداث اللي في طرابلس. مع
والدولار يعني ارتفع سعر الدولار. في اي سنه احداث شنو اي سنه يعني؟ في هذه في احداث المطار. اوكي بالضبط احداث تمام. المطار ممتاز يعني مش صار مشكله في التحويلات وكذا صار مشكله في التحويلات تسكر ولما بتجي بتحول بيقول لك بتعطيني عمولتي عموله يعني المكتب بيحول يعني ولا مصرف ولا سوى المكتب وسوى المصرف حتى المصرف مصرف مفروض ما فيش عموله المفروض يحول بسعر المصرف يعني هيك تجاره انا نمشي نقول اني طالب نقرا في الاردن يعني نبي حواله باش نسدد المصاريف اللي علي في الجامعه ونسدد مصاريف الايجار يعني مفروض بدل ما نحول ب 1300 دينار ليبي يقول لي بتعطيني 2500 2600 هذا في المصرف بروحه هذا يعني في المصرف بروحه هذا من غير اللي برا يعني. من غير في اللي في السوق السوداء طبعا اكيد وبعدها قاعد نستمر على حسابي الخاص باهي انت يعني. طبعا هنا تقرا في عمان تشتغل ولا ما تشتغلش ولا تقرا بس لا انا اقرا بس لان الطالب ما يشتغلش هنا اي طبعا باهي والفلوس يعني حولوا فيهن العيله اكيد من ليبيا عائلتي حولوا فيهن من ليبيا وعلى سعر السوق السوداء بمبلغ على سعر السوق السوداء يعني تو الفصل الدراسي اللي فات باش نسدد مصاريف الجامعه يعني صرفت 6500 دينار ليبي هذا على فصل واحد هذين اقساط الجامعه ولا اقساط الفصل كله يعني بما فيه السكن لا هذا الفصل بس هذا للجامعه بس عفوا تفضل 6000 دينار وغيرتهم دولار ممكن جابوا 1800 دولار هيك 1900 دولار اكيد فرق كبير فرق كبير تصرف على سعر فرق كبير صحيح مزبوط ولما بتزيد بتحولهم على العمله الاردنيه بينزل اقل طبعا لان فرق العمله صحيح مزبوط زيت اعطيتهم للجامعه ما قالوا لا كويس قالوا لا لان مازال في تسديد المهم بعدين زيت صرفت من جديد بس قريت الفصل الدراسي هذا اللي فات هذا اللي احنا فيه تو احنا قربنا نهايته واول شيء انت في اي جامعه تقرا في الاردن؟ انا في جامعه العلوم التطبيقيه وش تخصصك؟ تخصصي علوم سياسيه علوم سياسيه ممتاز ليش اخترت العلوم السياسيه بالذات؟ هيك اخترت العلوم السياسيه لاني زي ما تقول نحبها من صغير يعني نحب السياسه ونحب الاجتماعات وثاني حاجه بيامل اني مثلا في المستقبل نخدم بلادي صحيح مزبوط. اللي تو مش عارفين يعني وين ماشي هي البلاد اكيد صح كنا مش عارفين وين وين قاعدين بس الباين خير يعني نقولوا ان شاء الله خير لا ان شاء الله خير ان شاء الله باهي وين واصل تو في القرايه عند وين وصلت؟ تو وصلت في بكره باذن الله مناقشتي يعني في المشروع ما شاء الله التوفيق ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك فيك بكره مناقشتي في المشروع وخلصت الحمد لله وهل تعتقد انه يعني كان يستحق الموضوع ان الواحد يقعد الفتره هذه يعني فتره صعبه فتره مش قصيره اكيد هل يستحق الموضوع ان الواحد بعد ياخذ الشهاده او يوصل في الاخير يستحق التعب بتاعها وكذا اكيد ضروري انت لما ما فيش حاجه تجيب السهل طبعا ما فيش حاجه تجيب السهل ضروري بتتعب فيها ضروري بتخسر علشانها صحيح. ضروري الواحد بيتغرب وبيفقد اهله اكيد يعني ضروري تتحمل باش توصل للهدف اللي تبيه انت يعني انت تول عند تول الفتره اللي فاتت كلها الاهل هم اللي كله حاولت خلال الفتره هذه ان مثلا تعدي في زي ما تقول يرفقوا في يقدموا في ملفات للدوله الليبيه يكملوا لك زي ما تقول المصاريف باقي المصاريف وكذا ما حاولتش يعني مثلا حتى الاهل في ليبيا ما حاولوش انهم ممكن يديروا حاجه لا انا حاولت وعندي اخي حاولوا يعني حاولت لين نفس الموضوع الاول نفس سنه 2012 لين فقدت الامل قدم جيت هنا للسفاره قدمت ممكن ملف لما كنت نقرا في طيران وقعدت نراجع عليه ما فيش مره يقولوا لي راح ومره يقولوا لي جيب ملف ثاني وبعدها راح هذا قدم ملف راح في السفاره يعني راح في السفاره جبت لهم ملف من جديد كويس قدمت لهم الملف من جديد بعدها جيت قالوا لي ما في شيء مسكرين بعدين رجعت لليبيا مشيت للبعثات وقدمت ملف غادي قالوا هاتهم نحطوك في الملحق 56 كويس وبعدها رجعت مره ثانيه مره واحد يقول لي اسمك سقط سهوا ومره يقول باش مسجل هنا ومره يقول ما عندكش ملف
يعني يتعبونا طبعا. قبل ما نختم الحلقه نبيك لو حاب توجه كلمه معينه والله حاب تحكي لحد والله يعني حاب تقول حاجه يعني. تمام. اول حاجه اشكر قناه على استضافتي واشكر عائلتي اللي وقفت معي لاخر لحظه واصدقائي اللي ساعدوني في الغربه ووقفوا معي واشكر من كل من ساندني وان شاء الله يا رب يعني. واشكر اختي ايمان الكسر يعني قدمت مجهودات رائعه يعني متابعها في الصفحه في الفيسبوك من احد اصدقائي. اكيد اكيد طبعا كلهم فخورين بيك ويتمنوا لك الخير ما وقفوش معك كله فيك. وانت اكيد رفعت روسهم وان شاء الله ترفعنا روسنا كلنا بعدين يعني ان شاء الله. شكرا الله عبد الباري وان شاء الله يعني ان شاء الله يكون بكره بدايه حياه جديده ومشوار جديد لقدام يعني ان شاء الله باذن الله بارك الله. نحبوا نذكركم بصفحتنا على الفيسبوك اللي هي في الخارج وإيميلنا برضو اللي هو في الخارج تقدروا تواصلوا معنا ونقدروا مع بعضنا نعرفوا شن عندكم من مشاكل ومن أفكار معينة. مني أنا علي ترهوني من فريق عمل في الخارج نتمنى لكم ليلة سعيدة.